خدش اي فرصه في اي قناه. عشان انت اخوان كنت خدتي، انت اخوان كانت اتفتحت لكل القنوات. لا وضع مش اخوان دي، عشان كده بقى انت عشان مش اخوان مش لاقي قناه تشتغلي فيها. طيب استاذ محمود اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. علي صوتك بس، اهلا بيك وسامعك. طيب كل سنه وانتم طيبين. اول طيب حاجه سمع. الراجل الشيخ اللي جه متخلف عقليا، ده اول حاجه. ده متخلف عقليا، ده دي مش عارف، ما فيهوش الكلام ده خالص. نعم. هخش في كلام فارغ. هو الخطوره برضو ان احنا بنكلم نفسنا وبنكلم بعض، الخطوره ان هناك من يتصدى المشهد في الخارج وبيتكلم بلغتهم وبيجد مكان عنده. ده تخلف منه، ده الراجل ده تخلف منه. طب قول لي عايز تتكلم في ايه تاني بقى، قول لي كنت عايز تتكلم في ايه. انا كلامي انا اتحملت لا يتحمله بشر. بعاني بقالي دلوقتي 16 سنه من اول جوازي. الست اللي جت معايا دلوقتي مسجونه في سجن دمنهور. الحكم بعد بكره هيتنطق. بعد بكره ثواني بس يا استاذ، انت متجوز بقالك 16 سنه. 16 سنه اتحملت ما يتحملوش بشر. مراتك بقى في السجن اللي ايه يا فندم؟ انا عندي 3 عيال. ايوه ربنا يخلي. انا مريض بس مش مشكله المرض، المرض ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انا بيجي لي علاج لحد عندي. ايوه مش محتاج حاجه من حد خالص. انا مش محتاج ربنا يقف جنبي اكتر واكتر، وده وانا راضي باللي ربنا قاسمه لي. الست ديت من 11 من 16 سنه انا في ليله الدخله سطرت عليها. من 16 عملت ايه؟ سطرت عليها. نعم سطرت عليها. وما كفاش يا استاذ احمد، بعد ما خلفنا اول ولد والبت اتعاملت بقذاره فوق ما تتصور يا استاذ احمد. ضبطت واحد في الشقه، زقتني هي واللي معاه، قالوا عليا انسان بيتهيألي. قال لها اتعمته يقول لي كده، فين هو؟ لا بنتنا اشرف من الشرف. قلت لهم انا شفت بعينيا وزقوني وعلى السرير. شفت زقوني، اتعمدوا اللي هم يزقوني. المهم انت دخلت ثواني بس، انت بتقولي سطرت عليها اول ما اتجوزتها، يعني هي ما كانتش بكر اللي فهمته من كلامك. وبعد كده خلفت عيل، بعد العيل دخلت لقيت راجل في السرير فزقوه. لا سطرت، خلفت عيلين قبل كده. بعد العيلين دخلت لقيت واحد في السرير زقوك، ما شيء طبيعي يزقوك، ما انا هتقعد وسطيهم؟ ايه المشكله بقى؟ المشكله طلقتها؟ لا يا فندم حاولت. انت جبت عيل ثالث بعديها؟ لا يا فندم، بس هقول لك بس خد بالك من كلامي وهتعرف قصتي. بس اسمح لي بوقتي قليل بس. اتفضل. فالمهم رحت اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. حاولت اطلق من 11 سنه بقى الكلام دوت. حاولت اطلق. رحت عشان اطلق خالها منحرف، خال الست منحرف. عملوا لي كابين، مدوني على وصله امانه وكتفوني وبصموني. قلت الكلام ده في النيابه، قال لي ما تخافش من وصل الامانه، ما تخافش من اي حاجه. التعاطف كله من النيابه، من المديريه، من مباحث الاداب. الاسم اللي انا طالع بيه نعمان بيه، محمد بيه راضي، عادل بيه، محمد بيه الشواوي، كلهم اتعاطفوا التحريات. النسيبه الاكبر بقى اللي هتعرفها دلوقتي، اللي انا كنت بتفاجئ بيها، بنتي بتفتح التلفزيون، بتفتح الكمبيوتر، حاطه اللي انا لاحظت بقى، حاطه مناظر خليجيه، قلعه زي ما امها جابتها، وكاتبه كام واحد على ظهرها وحاجات من دي. اثبتت الكلام دوت. رحت عشان اخلص ودي، يقول لك ايه صوموني، لا مش هنديك وصل الامانه، حاجات من دي، لا كذا. رحت ايه؟ المحامي قال لي ايه اعمل كذا، عملت محضر. بعد ما عملت المحضر، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بعد ما عملت المحضر اتهجمت هي عليا برضو، جات لي البيت الجريئه. الكبرى بقى اكتر اللي الام نفسها، امها طلعت جوازه. الام دي المفاجاه ليا انا، ما كنتش اعرف. قعدت 16 سنه ما تعرفش ان حماتك كده
يا راجل والله العظيم 16 سنة بالله. مفيش مكواجي في الشارع يا استاذ احمد. امن بالله امن بالله. لا اله الله. انا مريض انا عندي الكبد. الف سلامة. بيطلع عليا يوم تاني انا ولا عيالي ما كنت اعرف الكلام دوت. خلي بالك انا انسان بسيط ابسط ما تتصور. انت لو شفتني على الطبيعة انا طلعت معاكم في القناة يا استاذ احمد مع الاستاذة جان عفيفي ويشوف المناظر اللي موجوده. الست موجوده هي موجود عليها هو اتقبض عليها دلوقتي يعني استاذ محمود. اه موجود عليها بشهر 2 اتقبض يعني مسجونه دلوقتي. اه هيتحكم عليها يوم الاربعاء اللي جاي بعد بكره. يوم الاربعاء اللي جاي بعد بكره هيتحكم عليها. لسه هيتحكم عليها يوم الاربعاء اللي جاي. ولادك الثلاثه ولادك الثلاثه دول فين دلوقتي؟ قاعدين معايا انا. مفيش حد بيساعدنا الا ربنا واهل الخير موجودين. طب انت عملت دي ان ايه وتاكدت الثلاثه دول ولادك؟ لا انا في حاجه بقى عايز اوصلها لحضرتك يا استاذ احمد. انا راجل مؤمن موحد بالله. كفايه انا ايه كفايه هي اللي دولت. انا مش عايز يعني خلاص مش عايز اعرف اي حاجه ان انا عمري في حياتي ما اخلي عيلتي تتشرد. مش هخلي عيلتي تتشرد خلاص خلاص. ما اهلي نفسه طلبوا الحاجات ديت انا رفضت. خلاص بما ان انت قلبك على ولادك يبقى انت المفروض بقى خلاص يعني لا تسيء ولا تشوه صوره الام. هي دلوقتي في السجن وهم ربنا يسترها معاهم بقى ويسترها عليك وتقدر يعني تتناسى الموضوع تعرف تربيهم. انت دلوقتي بتتصل بينا ليه؟ انا استاذ احمد عايز مساعدتكم بس. انا عايز محامي. عايز محامي بس. معايا محامي هو طيب وما ياخدش مني خالص اي حاجه. بس انا عايز محامي شايف يجي لي عقوبه قليله يا استاذ احمد. وعايز مساعده لعيالي يا استاذ احمد. عايز مساعده لعيالي. طب استنى بس دلوقتي المحامي خليك معانا. ليه يا دكتور؟ لازم اخد اي قضيه اخدها. لازم اكون مقتنع بيها وانا مش مقتنع بكل اللي اتقاله. مش مقتنع. خليك معانا يا استاذ محمود. بيدعي عليها؟ لا مش بيدعي هو بيقول الحق. بس يعني ما دام خالفت ربنا في طريق الاختيار عليك انك تتحمل المسؤوليه. يقول لك شافها شاف واحد ومعرفش زقوه. الكلام ده يعني ما يعني ما راح بلغ برضه يعني هو في اخر اتسجل. بلغ ده بلغ بعد العيل التالي. هو انت لما دخلت لقيتهم كان معاك عيلين. انت بعد كل ده جبت العيل الثالث. طلع يا استاذ مالك حاولت اطلع على استاذ احمد. خد بالك من كلامك يا اخي. ما بص ربنا سبحانه وتعالى ادالك القوامه. هو غير المشوار غير كده. لا انا حاولت اطلع يا استاذ مالك. خدي بالك من تصلح ايه يا اخي. تصلح ايه؟ اتقي ربنا. اتقي ربنا يا اخي. هتجي ربنا فيها يا دكتوره مالك. ما انت جبت عيل ثالث بعديها يا استاذ محمود. يعني انت بعد ما ولاتي تخافون نشوزهن مش النشوز كمان. ولاتي تخافون نشوزهن. لا جاي واحده فاسقه فاجره وتقول لي ما اعرفش ايه. تقول لي ايه؟ انت جاي عليا يا دكتوره ملك. اه طبعا. جاي عليا يا دكتوره ملك. اه طبعا. لا انا ما عملتش حاجه غلط. يعني حضرتك اول واحده تقول عليا عملت حاجه غلط. لا غلط. انت غلط. لا مش غلط. انت بيت غلط. رحت دار اللي يفتح عندنا في اسكندريه. انت كلك غلط. لا انا مش غلط. لا غلط. دار اللي يفتح. رحت دار اللي يفتح. رحت دار اللي يفتح. روح زي ما تروح. روح زي ما تروح. اقول لك قالوا لي ايه؟ انت اخليت اخليك بمسؤوليه القوامه. اعملوا بس خليك. جاي تتكلم. جاي تتكلم. هو مريض بس هو مريض. طب استاذ محمود خلي بالك من صاحتك بس. انت راجل عيان صاحب مرض. أنا من وجهة نظري إن يعصى أوامر ربنا سبحانه وتعالى. ولاتي تخافون نشوزهن مش تستنى لما يقع النشوز ومعرفش إيه وترجع. أول ما لقيتها غير بكر سطرت عليها. ما ده ما اديتكش إشارة إن هي إنسانة غير مستقيمة. لا لا طب إيه ده إيه؟